السلام عليكم، معاكم ميس أمنية، والنهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا واحنا في كورس ازاي نكتب، عن السايلنت ليترز او الحروف الساكتة اللي ما بتتكلمش، اللي بتقعد ساكتة وما بننطقهاش في الانجليش. طيب، لازم نعرف مع بعض ان في السايلنت ليترز بتاعتنا اول حاجة هو الكي. الكي بتكون سايلنت. امتى الكي تكون سايلنت؟ الكي بتكون سايلنت ما بننطقهاش لو جه قدامها، يعني قدامها كده جنبها الان، يعني لما نلاقي الكي وجنبيها ان، الكي بتكون سايلنت ما بننطقهاش لو جه جنبها ان. طيب تعالي ادي اكزامبلز على الكلام ده. لو انا عندي كي وان وإي وإي، هنا الكي جنبيها الان، يبقى الكي مش هنقولها، الان هنقولها ن. وعندي تو فاولز، يبقى الاي تقول اسمها والاي التانية تقعد ساكتة، يبقى الكلمة دي اسمها ني. ني وني معناها ركبتي، ني. طيب وإيه كمان، وإيه كمان في الكي ما بننطقهاش؟ لو أنا عندي كي وان وإي ودبليو، طيب هنا الكي سايلنت من السايلنت ليترز. ليه؟ لان جه بعدها ان، والكي لو جه بعدها ان الكي ما بننطقهاش، يبقى باي باي كي، هننطق الان والاي والدبليو. ده صوت مركب، الاي والدبليو دايما ننطقهم يو، الاي والدبليو بنقولهم يو، يبقى نيو نيو نيو، اللي هي الماضي عارفة. كلمة نيو يعني عارف، عارف حاجة نيو. طيب ايه كمان عندي اكزامبل على كي؟ لو عندي كي وان واي واف واي، تعال نشوف مين اللي هينقلهم في الكلمة دي. الكي طبعا هنا سايلنت مش هتتكلم، وبعد كده هنقول الان الاي هنقول اسمها عشان معاها ايه في الاخر، واحنا قلنا لما نلاقي two vowels بينهم واحد بس ساكن، يبقى الاول يقول اسمه، دايما الاي ما بتقولش حاجه في الاخر والتاني ما يقولش حاجه، يبقى ايف نايف، ايف نايف. يبقى تاني من السايلنت ليترز حرف الكي، امتى الكي ما بننطقهوش؟ لو جه قدامه ان. امتى الكي ما بننطقهوش؟ لو جه قدامه ان. طيب تعال نشوف السايلنت ليتر التاني اللي هنتعرف عليه مع بعض. السايلنت ليتر التاني هو البي. البي فور بوك. طيب امتى يا ميس البي فور بوك ما بننطقهاش؟ لما تيجي اخر الكلمه وقبلها ام. امتى البي فور بوك ما نقولهاش؟ لما يجي قبلها، لما تيجي في اخر الكلمه وقبليها ام، يعني لما يكون قبلها ام. البي فور بوك، البي فور بوك لما يكون قبلها ام، البي ما بننطقهاش، البي ما بننطقهاش، البي فور بوك بس، خلي بالنا. طيب تعال نشوف اكزامبل على الكلام ده. لو انا عندي سي او ام بي، تعال نشوف مين اللي هنقولهم، مين اللي هيقوله. السي هتتكلم والاو هتنقلها والام هتقولها، لكن البي هنا هتكون سايلنت، يبقى كوم كوم، والكوم هو المشط اللي بنسرح بيه شعرنا. ايه كمان اكزامبل على البي سايلنت؟ لما يكون عندي ال واي وام وبي فور بوك، اول ما نلاقي بي فور بوك في اخر الكلمه وقبليها ام، البي فور بوك ما بنقولهاش، البي فور بوك ما بنقولهاش. ل ام لام، واللام الحروف الصغير، ل ا ل ا م لام. يبقى تاني تعالوا نراجع السايلنت ليتر بتاعتنا. اول سايلنت ما بنقولهوش الكي لو قدامها ان، تاني سايلنت ليتر ما بنقولهوش لو البي فور بوك قبليها ام، لو البي فور بوك قبليها ام، لو الكي بعديها ان، هنا ما نقولش الكي وهنا ما نقولش البي. like come لام ضم ضم، عشان لو عجبكم الفيديو تعملوا لي ضم اب، يعني تعملوا لي لايك. ز ز
البي هنا ما بنقولهاش، البي هنا سايلنت ليتر ما بنقولهاش. يبقى تاني، السايلنت ليترز يعني الحروف احنا ما بننطقهاش. امتى ما بننطقهاش؟ اول واحد عندي هو كي. الكي لما يكون بعديها ان، نقول مين؟ نقول ان. طب والبي، والبي فور بوك لو قبليها ام، يبقى الكي لو بعديها ان، البي لو قبليها ام، الكي لو بعديها ان، البي لو قبليها ام. طيب تعالوا نتعرف على سايلنت ليدر نمبر 3 اللي هنتعلمه سوا. السايلنت ليدر اللي عايز اعرفكم عليه دلوقتي هو الدبليو. ايه ده يا ميس؟ هو الدبليو ساعات بيكون سايلنت؟ ده الدبليو ده قصته طويله جدا، تعالوا نقولها مع بعض كده سريعا. الدبليو بيقول الساوند بتاعه و و و. طيب لما يكون الدبليو عندي جنبي اي، الدبليو مع الاي ساوند بتاعها و و و، زي ووش ووش و و و و و و. يبقى دبليو مع الاي بنقول و و و. لما يكون عندي الاي والدبليو، الاي والدبليو بيقول يو، الاي والدبليو بيقول يو. طيب مين كمان؟ لما يكون عندي الدبليو، الدبليو مع الار، ايه بقى قصة الدبليو مع الار؟ الدبليو مع الار، الدبليو بتكون سايلنت ما بنقولهاش. الدبليو مع الار، الدبليو بنقول بتكون سايلنت ما بنقولهاش. نقول الار ما نقولش الدبليو، نقول الار ما نقولش الدبليو. طيب تعال ندي اكزامبل على سايلنت دبليو لما يكون معاها ار. السايلنت دبليو لما يكون قدامها ار، الدبليو ما بنقولهاش. الاكزامبل عندنا لايك لو انا عندي دبليو ار او ان جي، تعال نشوف اللي هنقولهم هنا مين. هنقول الدبليو؟ لا، هنقول ال R، هنقول ال O، هنقول ال N، هنقول ال G. طيب ال R مع ال O، رو نج رونج رونج. يبقى امتى ال W بتكون سايلنت؟ لو بعديها R. امتى ال B لو بتكون سايلنت؟ لو قبليها M. امتى ال K بتكون سايلنت؟ لو بعديها N. ادي ثلاثة letters، ثلاث حروف اتعلمناهم بتكون سايلنت. طيب ايه كمان في ال W؟ لو انا عندي W، W R I T E، ال W هتقعد ساكتة، ال R هتتكلم، ال I هتقول اسمها، ال T هتتكلم، ال E هتقعد ساكتة. write write يكتب write. يبقى امتى ال W ما بنقولهاش؟ ال W ما بنقولهاش لو بعديها R. ال W ما بنقولهاش لو بعديها R. طيب تعالوا نرجع تاني اللي احنا اخدناهم في السايلنت ليترز. اول واحد اخدناه هو مين؟ اول واحد اخدناه هو ال K. امتى ال K ما بنقولهاش؟ لو بعديها N. امتى ال K ما نقولهاش؟ لو بعديها N. بعد كده اتعرفنا على ال P، B for book. امتى ال B ما بنقولهاش؟ لو قبليها ام. امتى البي ما بنقولهاش؟ لو قبليها ام. وتعرفنا بعد كده على الدبليو، امتى الدبليو ما بنقولهاش؟ لو بعديها ار. امتى الدبليو ما بنقولهاش؟ لو بعديها ار. زي الاكزامبل عندنا، ني ركبتي، ني يتسلق، كلايم يتسلق، كلايم يكتب، رايت يكتب، رايت. آخر سايلنت عايز أعرفكم عليه المرة دي هو الـ H. لما يكون معاه W، الـ W مع الـ H نقول الـ W ما نقولش الـ H. الـ W مع الـ H نقول الـ W ما نقولش الـ H. والـ W دي تفضل تتكلم وتقول و و و وحصل وحصل وحصل، وتخلي الـ H ما يقولش حاجة. زي إيه؟ زي لما يكون عندي وات وات وات، احنا قلنا دبليو اي ما بنقولش وا، بنقول وات. كمان لما يكون عندي وايت، وايت الابيض، اي ت وايت، الاتش مش بنقولها. يبقى لما يكون عندي دبليو مع الاتش نقول الدبليو ما نقولش الاتش. دبليو مع ار نقول ال R ما نقولش ال W. M مع ال P نقول ال M ما نقولش ال B. ال K مع ال N نقول ال N ما نقولش ال K. يبقى silent letters بتاعتنا
الكي لما يكون قدامها ان، البي فور بوك لما يكون قبليها ام، الار لما يكون قبليها دبليو، الدبليو مع الار، الاتش لما يكون معاها دبليو، دبليو مع الاتش. في بقى حاجة صغنونة، الاتش بتتنطق بس مع الدبليو لو كان جنبيها او، يعني لو انا عندي دبليو اتش او، بالحالة دي الدبليو هي اللي ما بتتكلمش والاتش والاو هما اللي بيتكلموا باسمها هو. يبقى الدبليو والاتش مش بننطق الاتش، بننطق الدبليو. لكن لما يكون دبليو اتش ومعاها او، يبقى ما نقولش الدبليو ونقول الاتش، تبقى هو، وهكذا في الكلمات اللي فيها دبليو اتش او. آخر حاجة عايزة أعرفكم عليها وبتكون سايلنت بس بنعتبرها كده زي مقطع على بعضه، هو الجي اتش. لما يكون عندي اي وجي واتش وتي في المقطع ده، بنقول الاي كاسمها وبعد كده بنقول التي، يعني جي اتش في الحالة دي مش بنقولها. المقطع ده يا حبايبي اسمه ايت. ايت نقول الاي ونقول التي، ايت زي ايه؟ زي مايت، مايت. وايه كمان؟ سايت، سايت. الجي اتش هنا سايلنت. وايه كمان؟ فايت، فايت. وايه كمان؟ لايت، لايت. يبقى الجي اتش هنا مش بننطقها لو جه قبليها اي وجي بعديها تي، ما بنقولش الجي والاتش، ما بنقولهمش كده. احنا رجعنا مع بعض سايلنت ليدرز. طبعا في كلمات كتير في الانجليش فيها سايلنت ليدرز بس ما بيكونش ليها قواعد، لكن القواعد اللي انا قلت عليها هي الكي لما يكون جنبيها ان، البي لو يكون قبليها ام، الدبليو مع الار، من الار لما يكون قبليها دبليو، والدبليو مع الاتش، الاتش لما يكون مع قبليها دبليو، وعندنا كمان الجي اتش. كل دول مش بننطقهم في الانجليش، لا بننطق الكي هنا ولا بننطق البي هنا ولا بننطق الدبليو هنا ولا بننطق الاتش هنا ولا بننطق الجي اتش هنا. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو. باي باي.